لعلي أبدأ بجزئية مهمة، وهي أول شيء الهلال الأحمر اليوم أعلن أنه بإمكان المواطنين عند الاتصال ب 997، وفي حال عدم إمكانية أو عدم كون المريض يعني غير إمكانية نقله بالإسعاف، بإمكانه أن يستقبل رسالة نصية من قبل الهلال الأحمر تخوله بنقل المريض هذا بسيارته إلى أحدى أو أقرب المستشفيات القريبة منه. هذه الخطوة هي خطوة إيجابية من قبل الهلال الأحمر، يعني وشكل إيجابي يساعد في حل يعني نقل المرضى الذين لا يحتاجون إلى سيارة نقل إسعافي. ولكن نعود إلى موضوعنا وهو موضوع المحاجر. اليوم نستضيف معنا الدكتور يعني مبارك المشرف العام على المحاجر، الدكتور مبارك الملحم. معنا الدكتور، تفضل مبارك. دكتور ودنا نسأل أول شيء كم عدد، تفضل من هنا، تفضل، كم عدد الذين يعني تم شفائهم وخروجهم من المحاجر في المنطقة الشرقية؟ حياكم الله وأشكر قناة الإخبارية على استضافتنا والوقوف معنا في خط الأمام. اللي تقريبا يغادروننا خلال اليومين هذه حوالي 350 نزيل، والحمد لله بعد ثبوت خلوهم من المرض، والحمد لله هذه فعالية جميلة يعني تعطينا دافع أنه نستمر في الحجر الصحي. دكتور، في الفترة الأولى ثبت بعض الحالات المخالطة، وهي الزوج وزوجة، الزوج وزوجته أو العائلة، في مثل هذه الحالات كيف يتم حجرهم؟ هل يتم حجرهم كل في الوحدة في غرفة، أو يتم حجرهم في نفس المكان في غرفة؟ حقيقة هو الحجر الصحي يعني يعنى أيضا بالحالات الإنسانية، فالعوائل أو الزوجين أو الزوجين والأطفال عادة يأتون مخالطين قبل حضورهم للمحجر، لذلك لا يمنع من اختلاطهم في نفس المكان، علما بأنهم حضروا في نفس الوقت وكانوا مع بعض في مدة يعني قبل حضورهم للمحجر، لذلك لا يمنع ذلك، فقط إذا كانوا يعني اختلطوا في أماكن مختلفة أو حضروا في أوقات مختلفة، في هذه الحالة يتم حجرهم كل على حدة، ولكن الغالب العوائل التي مع بعض يتم اعتبار وجودهم واختلاطهم، وهذا يعني مسموح فيه طبيا. دكتور، البعض يقول أو هذا كيف يتم خروج فرضا الاستاف وهم مخالطين أو يعملون في منطقة حجر طبي إلى خارج المحجر ويروحون لأهاليهم، كيف يتم تعاملهم، وأيضا يعني كيف هم يحمون أنفسهم من لا سمح الله وصول المرض إليهم؟ حقيقة حرصنا في المحاجر أن يكون جميع الطاقم الطبي المباشر يكون مدرب وعلى يعني ثقافة عالية وكذلك ممارسة عالية في الالتزام بمعايير الحماية، فلذلك جميعهم من حين دخولهم للمحجر حتى خروجه ملتزمين ولله الحمد يعني بجميع سبل الوقاية، لذلك جميعهم عندما يخرج من المحجر هو يعني مخول بأنه يذهب ويختلط مع أهله، ولكن أيضا بأخذ المحاذير يعني التي يعطونها بشكل مكثف، ونحرص حقيقة أن يكون هناك التزام من جميع العاملين الصحيين في المحاجر الصحية، لذلك لا نخشى على العامل الصحي في المحاجر العودة إلى أهله، هنالك من يرغب في عدم العودة لأهله وهذا متروك لهم، خصوصا إذا كان منطقة عمله لا تسمح له بالعودة والممارسة في نفس الوقت، لذلك نعم العامل الصحي مدرب، العامل الصحي مسؤول، والعامل الصحي مطالب بأن يكون ملتزم بسبل الوقاية، وهم حقيقة يثبتون لنا يوم بعد يوم صمودهم في محاربة تفشي الوباء، وهم الخط الأول ونفخر جميعا بهم ونحن جميعا منهم. شكرا الله يعطيك العافية وشكرا لكم. أخوي إبراهيم، هذا هو حديثنا مع الدكتور مبارك الملحم المشرف العام على المحاجر في المنطقة الشرقية. للمعلومية هناك شباب يعملون لأكثر من 20 ساعة في اليوم، وأيضا منهم من يعمل أكثر لمدة يوم كامل متواصل، يعني لا يبالون بالوقت بقدر ما يبالون بخدمة هذا الوطن. نقدم لهم الشكر الجزيل. شكرا لك. نعم. أخي إبراهيم ولكل مشاهدي الإخبارية.